سيدنا واحد السلام عليكم. الناس اللي محسوبين على القطاع غير المهيكل واللي فقدوا مداخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية في بلادنا وما زال ما استفدوش من المساعدات المالية المؤقتة ووضعوا الشكايات ديالهم في موقع الانترنت www.tadamoncovid.ma يوم الخميس 21 ماي بلا ما تهزوا الهم. واش وصلت شكايتكم ولا ما وصلتش؟ لجنة اليقظة الاقتصادية كتطمئنكم وكتقول لكم انها تلقات 2 مليون شكاية وتم قبول 800 ألف طلب منها ورفض 400 ألف وما زالت عملية دراسة 800 ألف طلب المتبقية مستمرة. وابتداء من اليوم الخميس 28 ماي غيتوصلوا أصحاب طلبة المقبولة برسالة SMS على الهواتف ديالهم لسحب الدعم المؤقت. إيوا غير نعسوا على جنب الراحة والله ينجينا ويجيكم من هاد الوباء.